مكملين مع اخبار كره اليد. الاتحاد المصري لكره اليد برئاسه محمد الامين ارسل القائمه النهائيه للمرشحين الى اللجنه الاولمبيه دون استبعادات. الاتحاد قرر ان هو يترك حسم القائمه النهائيه للمرشحين للجنه الاولمبيه، واللي بدورها بتعمل حاليا على دراسه الطعون المقدمه من المرشحين، ومن المتوقع ان يتم الكشف عن القائمه النهائيه غدا الخميس باذن الله على اقصى التقدير. انتخابات اتحاد كره اليد هتقام يوم 13 ديسمبر المقبل، وبتشهد منافسه قويه ما بين ثلاث قوائم: القائمة الأولى برئاسة محمد الأمين رئيس الاتحاد الحالي، والتانية بيترأسها كابتن خالد فتحي، والتالتة برئاسة المهندس هادي فهمي. كل التوفيق للمرشحين والجمعية العمومية في اختيار الأصلح لقيادة كرة اليد المصرية على مدار الأربع سنوات المقبلة.